الفلسطينية مساء اليوم اجتماعا لمناقشة تعليق الاعتراف بإسرائيل وبحث آلية دولية لرعاية عملية السلام. قال عضو اللجنة واصل أبو يوسف إن المنظمة ستبحث خلال الاجتماع كيفية تنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة ووضع آليات وجداول زمنية في هذا الإطار. ومنتصف يناير كانون الثاني الماضي عقد المجلس المركزي أعلى سلطة تشريعية في المنظمة اجتماعا لبحث الرد على قرار واشنطن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وقرر المجلس إحالة موضوع تعليق الاعتراف بإسرائيل إلى منظمة التحرير الفلسطينية. تنضم إلينا من رام الله مراسلتنا يارا العاملة. يارا، ضعينا في تفاصيل هذا الاجتماع، وما المتوقع يارا أن يصدر من هذا الاجتماع من قرارات؟ نعم سرمد، يعني في حديثنا مع الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل قليل، قال إن هذا الاجتماع أهميته تكمن في أنه الأول من نوعه الذي يأتي لمناقشة آليات القرارات التي كان المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية اتخذها في الشهر الماضي فيما يتعلق بمجابهة ورفض قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء موقفه من مدينة القدس وإعلانه مدينة القدس عاصمة لإسرائيل. إذن هذا الاجتماع هو الأول من نوعه، وسوف يناقش آليات تنفيذ القرارات التي اتخذها المجلس المركزي آنذاك، وعلى رأسها دعم وتفعيل ملف الوحدة الوطنية وتمكين حكومة الوفاق من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة. وهناك أيضا جملة من الملفات التي سوف يطرحها اليوم في مقر المقاطعة في مدينة رام الله، وعلى رأسها مجابهة كافة القرارات الأمريكية المنحازة بالمطلق لإسرائيل الأخيرة، وأيضا كيفية مجابهة قرار الإدارة الأمريكية قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية والقرار الذي اتخذته فيما يتعلق بالدعم المالي للأونروا قبل عدة أيام. وبالتالي هناك عدة ملفات سوف تطرحها، كيف سوف تتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لتقديم ملف الاستيطان الذي مستمر به سلطات الاحتلال الإسرائيلية والتي تستمد شرعية من قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أيضا نتذكر من بين من بين جملة القرارات التي كان المجلس المركزي قد اتخذها هي وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال، ولكن هناك جدلا داخل الأوساط الفلسطينية يتحدث كيف يمكن للقيادة الفلسطينية وقف كافة أشكال التنسيق الأمني ووقف أيضا اتفاقية أوسلو كما قررت في المجلس المركزي. وهناك إعلان عن نية رئيس وزراء الحكومة الفلسطينية رامي الحمدالله أن يتوجه إلى مدينة القدس يوم غد الأحد للقاء وزير المالية موشي كحلون، وذلك لمناقشة عدة ملفات تتعلق بالعلاقة الاقتصادية. نتذكر حين اتخذ المجلس المركزي قرارا بوقف العلاقات الاقتصادية مع سلطات الاحتلال. إذن هناك سؤال في الشارع الفلسطيني، كيف يمكن بالفعل للسلطة الفلسطينية أن تطبق هذه القرارات التي كانت اتخذتها في المجلس المركزي، ليس فقط على صعيد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإنما على صعيد علاقتها مع الاحتلال. أيضا من بين الملفات هو تفعيل ودعم المقاومة الشعبية من خلال الحشد للخروج في مسيرات لمجابهة قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما نشهد في كل يوم جمعة في الضفة الغربية قطاع غزة ومدينة القدس. السرمد، إذا في خضم هذه الملفات نتوقع ربما المزيد من القرارات، سنكون معك في نشراتنا اللاحقة يا العملة مراسلتنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.